الفيوم واجهته 2020-2030. نظمت وزارة البيئة ورشة عمل من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بمرحلته الثالثة لدعم إدارة السياحة البيئية بمحافظة الفيوم. الورشة شارك بها ممثل وزارتي السياحة والتخطيط ومحافظة الفيوم، وكذلك ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتعاون الإيطالي، وعدد من الشركات العاملة في السياحة البيئية. ورشة العمل النهاردة احنا اعددنا خطة للأنشطة الاقتصادية للسياحة البيئية في محميات الفيوم. المفروض النهاردة بنناقشها مع شركاء التنمية، وخصوصا من الخلفيات السياحية، علشان ناخد من خبراتهم في التعليق على الخطة اللي عملناها دي علشان تطبق في احسن وقت. فبنحاول ناخد وجهات نظر المختلفة لإثراء هذه الخطة. برنامج التعاون ما بين الحكومة المصرية والإيطالية هو من أهم البرامج التي أسسها التعاون الإيطالي، ونحن فخورين بتمويل هذا البرنامج والتعامل مع وزيرة البيئة المصرية. برنامج تطوير الأمم المتحدة هو مشروع مهم لأنه بيسمح بمشاركة الخبرات بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجتمع. وخلال الورشة تم مناقشة وطرح خطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية، والخروج بتوصيات من شأنها تضع الفيوم على خطة السياحة البيئية المستدامة عالميا. السياحة البيئية بما تشملها من فروع زي السياحة الاستشفائية والعلاجية وغيرها، وزارة المحميات للتراث والتعليم والسياحة الدراسية بتمارس في مثل هذه المواقع، دي من أولويات اهتمام وزارة السياحة فيها. وطبعا كانت شغلنا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجهاز شؤون البيئة شغل وثيق منذ بداية العملية التنموية السياحية. احنا بندعم بنقدم الجديد اللي هو مشاركة المجتمع المحلي في حماية الطبيعة، دي نمرة واحد. اتنين، احنا برضو بنحاول ندرب السيدات بالذات على الشغل الحرفي، وبنحاول نخليهم ازاي يسوقوه، والباكجينج كمان يعني ازاي يغلفوه ويسوقوه، فده برضو من الحاجات اللي نجحت. الحاجة التانية ان احنا بنشتغل في ثلاث محميات، سيوة، الفيوم، والبحر الأحمر اللي هو مرسى علم أو وادي الجميل. تلك الجهود الوطنية المتضافرة تعد فرصة حقيقية لإعادة الحياة السياحية في مصر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.